السلام عليكم مشاهدي قناة لوسي تي في، أهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. في إطار ذهب الدور ما قبل المجموعات من كأس عصبة الأبطال الإفريقية، فريق الوداد البيضاوي غادي يحل ضيف على فريق نواديبو الموريتاني على الأراضي الموريتانية. مباراة ماشي سهلة بالنسبة لفريق الوداد اللي عنده من التجربة الكافية ما بإمكانه يتجاوز فريق نواديبو الموريتاني. خرجنا باش نسولو الجماهير الودادية على التوقعات ديالها لهذا اللقاء، ما تشوش بي. صافا خويا الودادي، صافا بارك الله فيك، كلشي بخير، صافا جمعة مباركة على كافة الأمة الإسلامية. داكشي اللي كاين، فريق الوداد البيضاوي معتاد المنافسات الإفريقية، عنده تجربة للسنوات الأخيرة، شفنا الوداد إما لا فينال إما دا اللقب إما لا دومي فينال، دونك اللقاء أمام فريق نواديبو، فريق اللي يعني واش عندك بعدا معرفة بفريق نواديبو الموريتاني؟ فاول حاجه ما بقاش فريق ضعيف ولا فريق سهل، عصبه الابطال ما كيتاهلوا غير الفرق الاقوياء. فريق نواديبو الموريتاني عنده الوزن ديالو على الساحه الافريقيه، صراحه ما عنده شي بالماريز زعما اللي كثير زعما اللي يهضر عليه ولا هذا، ولكن فريق لا يستهان به. هذا الشيء ما يمنعش على كما جاء على اللسان ديالك على ان فريق الوداد البيضاوي فهو سيد الانديه المغربيه، معتاد كما قلتي، وكان دائما زعما تيوصل للنهائيات النهايه ديال كاس افريقيا، يا اما كيديها يا اما كيوصل للدمي فينال، يا اما كتسرق منه بطرق بلا ما نهضروا عليها مؤخرا كفضيحه راديس. داكشي اللي كاين. واخا المباراه في موريتانيا، التوقع ديك النتيجه اللي كتوقع لهذا اللقاء؟ اول حاجه قبل ما نهضروا على النتيجه، كنتمنى انه التحكيم يكون نزيه، لانه صراحه في هذه السنين الاخيره ولينا كنشكوا في التحكيم الافريقي زعما صراحه، وكنترجوا فيهم خير. بالنسبه للمقابله ما غتكون سهله لا على الفريقين، لان نواديبو الموريتانيا راه جاي عنده الوداد، وما ادراك ما الوداد، راه غيكون الضغط عليه هو بزاف. فريق الوداد البيضاوي اول حاجه كنتمنوا ما يكونوش اصابات، وحنا ان شاء الله بحول الله متفائلين، لان فريق الوداد ديما متعودنا على النتائج الايجابيه وعلى المفاجات الايجابيه طبعا، وان شاء الله بحول الله زعما اقل تقدير غادي يكون تعادل ايجابي صالح فريق الوداد البيضاوي، والختم يكون ان شاء الله. تبارك الله عليك. شكرا. صافا خويا كلشي بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. فريق الوداد البيضاوي في مهمه ماشي سهله امام فريق نواديبو بموريتانيا. بالنسبه لينا حنا كمحب ديال فريق الوداد ومشجع لفريق الوداد، ان شاء الله مربوحه كما كنقولوا، وانتصار غنجيبوه. بالنسبه لينا مقابله كما كنقولوا مستعدين ليها، وان شاء الله هنا عندي واحد الاحساس انا غادي نجيبوا ثلاثه نقط من تما. واخا وكيبان لك بلي هاد التشكيله ديال الفريق الوداد البيضاوي قادره يعني دير ما دارته السنه الماضيه، يعني الوصول للفينال ولا كوب قبل، يعني الوداد ما شاء الله في الجهه في الكاس الافريقي. شوف الانسان اي فريق واي بحكم كرياضي، الانسان اللي كيكون عنده واحد الطموح ديال واحد لاراج ديال لو فانكر، يعني كيكون سابق ورباح وديجا عنده القاب وعنده دو. بالنسبه للوداد كما كنقولوا بان مربوحه، وان شاء الله يقدر حتى في البطوله يديروا الكلمه ديالو، لاننا هذا هو التوقع ديالي كنشوفه، ان شاء الله حد سعيد. وديما وداد بالنسبه لي انايا، وديما نساند الفريق الوداد البيضاوي، وتحيه زعما كاع الجمهور كنطلب انهم يشجعوا بحراره، لان مش نقول لك بالنسبه لينا حنا بغينا الفرق كامله الوطنيه، ماشي بحكم انا ودادي كنهضر على الوداد، مي كنهضر بصراحه بان اي واحد كيكون عنده ديك سبق له ربح وسبق له جاب القاب، بالنسبه ليه ديما يضرب تكون عنده واحد النيه بان النيه الفوز، بانه غادي يربح. اما لو كنا غادي نفكروا في ديك التفكير لا غادي نديروا غادي هذا حق العصبه حق هذه الفرق البطوله حق، لا خصنا نفكروا دائما باننا حنا دي شامبيون، وحنا معروفين على الصعيد الدولي والعالمي، ماشي يلا عاد نبداو اول مره غادي نربحوا ولا اول مره غادي نشاركوا في شي كومبيتيسيون. هذا فريق الوداد غني عن التعريف، ماشي انا اللي غادي نشكر الوداد، ماشي انت ولا اي واحد. الوداد معروف بالالقاب ديالو، معروف بالرجال ديالو، وفي اي وقت الوداد كاينه حاضره ولا هي كالجامع. وكنتمنى حتى الفرق الوطنيه الاخرى المشاركه للرجال هذا، كنتمنى له حظ سعيد من هذا المنبر، كنقول له ديالكم حظ سعيد لكم والتوفيق ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى منه. اذا الجماهير الوداديه متفائله يعني بان فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله غادي يعود نتيجه ايجابيه، لان عنده الاكسبيريونس والتجربه الكافيه. كاينه الهضره ولا ما كاينش؟ كاينه معلوم بطبيعه الحال، لان الوداد غني عن التعريف، والوداد هي المغرب راه معروفه بان الوداد من قديم الزمن
الوداد هي اللي تفرعوا منها كاع الفروق كلهم. وإذا إن شاء الله ملي كتكون خارجة راه كدير شي حاجة ديما مزيانة، غير خصو يكون التركيز وخصنا نكونوا بواحد الروح الوطنية كما كنا حنا في زمان، ديما اللعابة يكونوا فيهم واحد الروح الوطنية. وإلا بان شي واحد حدا الشبكة واخا ما يكون صاحبي خصني نلوح ليه الكرة، ما تكونش ذاك الميز العنصري، خصني يكون صاحبي عاد نلوح ليه الكرة. هذه المسألة كنلاحظوها في الفريق الوطني، ما خصهاش تكون أي واحد أي لعاب قدام تحت ليه الفرصة نلوح ليه الكرة. وإلا ربحنا راه ربحنا كاملين، خصنا كاملين، حنا ما نميزوش بين هذا وهذا. وان شاء الله الوداد لابد ما تجي على الاقل غنجيب واحد لزيرو، غنكونوا رابحين ان شاء الله. الوداد حقيقي. الوداد الوداد هي المملكه المغربيه. وشكرا الله يحفظكم. اخويا الودادي. الحمد لله كل شيء بخير، الله يحفظك خويا لي فان ديالك اخويا، والله تبارك الله عليك اخويا. الله يحفظك ليا. انت كودادي وعاشق الفريق الوداد البيضاوي، اش بالك الوداد واش غيجيبوا نتيجه ايجابيه ولا لا؟ وكيف ما العاده يعني الوداد تبارك الله 50 متابع على الاخرين اللي داز كيدوزو هما الاولين في جروبات، يعني كيبان لنا يعني حاجه سهله. ومع احترامي فريق المونديبول هو فريق كبير تا هو وفريق زوين، وكيف نشوفوا ان شاء الله راه ان شاء الله الوداد 100% ان شاء الله غدوز. ونتمنى عاوتاني ما يكونوش دوك الخزعبيلات ديالهم عاوتاني في قاره افريقيه، باش ما نزعزعوش عاوتاني قاره افريقيه، حيت اللي دار الدور راه كيستاهل عقوبه. شتي كنقول؟ واخا النتيجه اللي كتوقع؟ وان شاء الله كنتوقع ان شاء الله شي 3-0 ان شاء الله الا بغى الله ان شاء الله. نتمنى وحنا شوف حنا كصحفيين بغينا يعني الوداد يكون في المستوى، الراجع يكون في المستوى، وبغينا التاهل لجميع الانديه المغربيه. شكرا لك. شكرا تبارك الله عليكم.